الرئيسي، الشوط الرئيسي يا عرب غير حساس يا للهجن حساس، المركز الاول وفي الصداره، الله يا الدوحه 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 الدوحه، وعلي بن سعيد بن حلفان المري عمل مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت الظبي، الظبي وخالد بن سالم بن فهد فاهد الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت 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 ثمانية. إذا نعود إلى الصدارة، الله يا الدوحة 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 الدوحة، الله الله الله، علي بن سعيد بن حلفان المري على هذا المقدمة ومقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني الظبي، خالد بن سالم بن فاهد الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث حفلة، علي بن حسين الساجة، الله. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، ونعود إلى الدوحة، إلى الدوحة يا دوحة والدوحة. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني وصلت 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 الظبي، سالم بن سعيد بن مدارع. ولكن نعود، نعود إلى الدوحة، الدوحة وعلي بن سعيد بن حلفان، الله 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 الله، الشوط الرئيسي يا بن حلفان، ولكن الظبي قادمة لسالم بن سعيد أبو مدارع، الله. 200 متر يا بن حلفان، 200 متر يا بن حلفان، ما تبقى على هذا الشوط، الشوط الرئيسي إذا ينتقل إلى عزبة علي بن سعيد بن حلفان. سلام يا الدوحة، سلام سلام يا بن حلفان، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز الانتزاع الدوحة. المركز الأول الشوط الرئيسي البكار، المركز الثاني وصلت الظبي سالم بن سعيد أبو مدارع، المركز الثالث وصلت المحبة لعبد الله بن رويشد الجهني. إذا تابعتوا